أكيد كلنا فاكرين العم أبو ضياء، الجد الفلسطيني الشهير اللي ظهر في فيديو أبكى العالم كله وهو شايل حافيت توريم اللي استشهدت نتيجة القصف الصهيوني، وهو بيقول لها طبعاً روح الروح. أبو ضياء أو خالد نبهان اتصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت بقوة بعد ما طلعت إشاعة إنه استشهد نتيجة الغارات الإسرائيلية، وانتشرت الأخبار دي على عدد كبير جداً من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بعض المواقع الفلسطينية نشرت خبر استشهاده. ولكن ظهر أبو ضياء واللي أصبح واحد من أيقونات الشعب الفلسطيني حاليا في فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك، وأكد فيه أنه لسه حي وأنه بينتظر الشهادة. مساء الخير على كل المتابعين لأبو ضياء خالد نبهان روح الروح. أنا الحمد لله بخير، ونزحت على مدينة رفح تل السلطان، والآن أنا بعيش أنا وأسرتي في خيمة زي باقي الشعب. كل الناس معذبين الآن، احنا بنحتاج كيف الناس توقف الحرب، كيف كل الشعوب تفكر كيف تنتهي هذه الحرب.